هلا الخوت، كنتمنى يكون كلشي مزيان. اليوم جا لكم فيديو جديد كيف العاده. قبل ما نبدا ما كانتكم تهبطوا لتحت تشتركوا في القناه تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالنا. كيف ما تشوف المينياتير نحاول ندويو اليوم على فاير فاير، شنو هي الاضرار ديالها بالنسبه للجسم ديال الانسان، هادشي اللي غنعرفوه في هاد القصه. خليكم مع هاد الانترو نتلاقاو في القصه. فاير فاير هاد اللعبة اللي كتخلي بنادم يعيش واحد الحياة طبيعية من انسان عادي لواحد المقاتل وسط واحد الساحة اللي كتخليك تحس براسك بحال في شي معركة تكون بين 50 واحد على الاقل وتخوض فيها انت هو المنتصر. هاد اللعبة انتشرت بزاف في المغرب في العالم العربي، ثقات البنادم العقل ديالو والتركيز ديالو لدرجة انه ولات يحط الفلوس عليها، وكتخليك عايش واحد الخيال اللي زوين بزاف بحال تهبط من الطياره تحل الباراشوت ديالك وتهبط في واحد الجزيره اللي خاويه بزاف. من بعد كيبدا الصراع شكون اللي غيهز السلاح الاول وشكون اللي غيقتل الاخر الاول وشكون اللي غيموت الاول، وكتخلي الشخص يعيش واحد الحماس ديال التحدي ان واحد يدخل وسط اربعه ويقتلهم. نعاود لكم على واحد الطائفه اللي وقعت في البلاد ديالنا المغرب بسبب هذه اللعبه. تخيلوا معايا واحد يوصل به الدرجه انه يقتل الام ديالو. ايوا هذا الشيء اللي وقع، وبصح ولد قتل الام ديالو بسبب هاد اللعبه، انه قال لي عطيني شوبي وقالت لي لا. من بعد داري فقد التركيز ديالو دفع الام ديالو مات. راه ماشي الام ما كتبغيش تعطيك باش تشوبي، راه كتخاف عليك باش ما توليش ليها مدمن. يعني نقدروا نقولوا لا فرق بين واحد كيكمي وواحد تيلعب هاد اللعبه، بجوج بهم مدمن على هاد اللعبه. اللعبه اللي كتلعب فيها المده ديال 6 سوايع ما كتبقاش اللعبه هادي، كتولي بحال الادمان، واللي صعيبه بزاف واللي غريبه انك تلقى ولد باقي صغير في العمر ديالو 7 سنين عارف اللعبه مزيان وعارف الاسلحه ديالها كاملين وكيلعب فيها المده ديال 4 سوايع. هادشي تقدر تخلص منه انه التركيز ديالو كامل تيولي غير على هاد اللعبه، ما كيبقاش يركز مزيان في الدراسه ديالو. ومن الاضرار ديال هاد اللعبه اللي كدار للجسم ديال الانسان بواحد الدرجه اللي كثيره بزاف. تخيل معايا كتاثر لك على الصحه البدنيه والعقليه ديالك بسبب الكثره ديال اللعب ديال هاد اللعبه. يعني الا بقيتي كتلعب فيها بزاف لمده ديال ساعه ولا ديال السوايع ولا اكثر تاثر لك على الصحه ديالك، تقدر تسبب لكم في الالم ديال المفاصل. حتىش ما كنلعبوش فيها بحال دابا طاح ولا جوج كنبقاو شادينها لمده طويله، هادشي غيخليك تفقد بزاف من الصحه ديالك وبزاف من التركيز. تخيل معايا تبقى مركز بواحد الشكل اللي كبير بزاف ودقيق في واحد الشاشه ديال التليفون لمده طويله، هذا كيضر بالصحه ديالك وبالصحه ديال النظر ديالك. كنطلب من الناس اللي كيلعبوا هذه اللعبه لمده طويله، يا اطفال يا بنات يا ولاد، تحاولوا تنقصوا شويه من اللعب فيها لمده سوايع طوال، ماشي تحيدها، لعب طايح جوج ثلاثه ماشي مشكل في النهار، حتى تضيع عليكم بزاف ديال الصحه ديالكم والتركيز ديالكم غيبقى كامل على هذه اللعبه، التركيز المدرسي غيمشي في خطاه. قبل ما نسالي بغيت نقول لكم واحد الكلام اللي غيفيدكم مزيان. هادي لعبه ماشي شي حاجه نقدروا نوليو مدمنين عليها، داكشي علاش كنصحكم باش تلعبوا فيها سوايع قليله في النهار باش التركيز ديالكم يبقى مزيان والصحه ديالكم تبقى كامله مزيان. سمحوا لي الا كانت شي حاجه ضراتكم، نتلاقاو في الحلقه الجايه مع فيديو جديد. الله يعاونكم الخوت.